بكم. الجالية المغربية في المهجر اللي كتفوق 4 ملايين ديال النسمة ملي كترجع للمغرب فين كتستثمر وفي اي قطاعات؟ الروبورتاج الاول من ايكونوميا كيرصد العوده ديال ابناء الجاليه للعمل او الاستثمار بالمغرب ومدى اندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. اما التحقيق الثاني فغادي نقلنا الى الشواطئ الخاصه بالمغرب، شنو الخدمات اللي كتقدم وباي التكلفه، بالاضافه للانشطه التجاريه اللي كتنتعش في محيط الشواطئ خلال فتره الصيف. والفقره الثالثه غادي نتعرفوا على حصيله حوادث السير في المغرب واي استراتيجيه لوقف نزيف الطرق اللي كيكلف الدولة أكثر من 14 مليار ديال الدرهم. التفاصيل ضمن الموجز. يتناول الروبورتاج الأول في هذه الحلقة عودة المهاجرين المغاربة. عدد مهاجري المغاربة المزدادين بالخارج والراغبين في الاستقرار بالمغرب يزداد يوما عن يوم، فما هي الدوافع التي تحثهم على اتخاذ هذا القرار؟ كيف تتم عملية إدماجهم في المجتمع المغربي؟ ما هي الصعوبات التي يواجهونها؟ وهل يتم منحهم الدعم المناسب وتهيئة الظروف الملائمة لاستقرارهم؟ أما في الروبورتاج الثاني فيتناول موضوع الأنشطة التجارية في الشواطئ. أنشطة اقتصادية كثيرة كتشهدها شواطئ المغرب خلال فصل الصيف كتساهم بشكل كبير في تحقيق رواج اقتصادي في المناطق المتواجدة بها. ما هي المهن والأنشطة الاقتصادية المزدهرة في الشواطئ؟ وشحال كتشغل من شخص؟ وشنو هي مردوديتها؟ وشنو هي الاختيارات اللي متوفرة لمرتادي الشواطئ؟ وأخيرا سوف نستضيف السيد بن ناصر بولعجول الكاتب العام للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. عودة مغاربة المهجر إلى أرض الوطن للاستثمار أو البحث عن فرصة عمل هي في تزايد، فهل عجلت الأزمة الاقتصادية والمالية بأوروبا وبدول الاستقبال عموما من وتيرة العودة؟ في أي قطاعات يشتغلون، في أي ظروف، وما مدى انسجامهم واندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي؟ هذا ما سنتعرف عليه ضمن الروبورتاج الأول من إيكونوميا لهذه الليلة. زبير مواطن من الجيل الثاني للمهاجري المغاربة المقيمين بالخارج، حاصل على دبلوم الهندسة التجارية، كيشتغل حاليا بشركة متعددة الجنسيات. قضى 7 سنين بالشركة الأم بلجيكا، ثم 8 سنوات بالشرق الأوسط، وهذه 3 سنين هو كيشغل منصب مدير التنمية الاقتصادية والتجارية لإفريقيا الفرنكوفونية بفرع الشركة بالمغرب. أنا اللي اختاريت نجي المغرب حيت كنعرفوا المغربيين بلي فاكونس، وخصوصا في هاد السنوات الأخيرة كنشوفوا بزاف ديال لي شانجمون في لو كوتي بروفيسيونيل كوتي اندستريال في المغرب. وحاجة زايدة على هذه، كنت أنا ملي كملت مي فان ديتود في بلجيكا درت اون تيز على لي بيرسبكتيف ايكونوميك في المغرب. دونك فكرت في ديك لا تيز، قلت داكشي اللي درت تيوريك قلبت في الكتب في الانترنيت نمشي نشوف براسي نجرب واش داكشي اللي كنت كتبت الى 15 سنه دابا واش فعلا كاين داكشي في المغرب ولا ما كاينش، ولا داكشي كان غير تيوريك. خبرته في مجال عمله وكفاءته العاليه وقدرته على التواصل من بين معايير اختياره كإطار في الشركه. هاد الوظيفة اللي عندها واحد المسؤولية جهوية على مستوى إفريقيا كتقتضي على الأقل تتطلب على الأقل واحد 3 المستلزمات اللي هي واحد تكوين عالي من درجة مهندس مع القدرة على التخطيط والتسيير على المدى المتوسط والبعيد، ثانيا واحد الدراية معمقة بالمنتوجات ديال الشركة والمساطير ديالها، وثالثا واحد المعرفة الثقافة المغربية اللي هي مشابهة للثقافة الإفريقية. وفي هذه السيرورة ديال الانتقاء كان الزميل ديالنا اللي هو زبير واحد من الناس القلال اللي استجبوا لهذه 3 المعايير بصفة زعما شاملة. أولا لأنه خدم في بلجيكا، عنده هذه القدرة على التسيير والتخطيط والتنظيم على المدى البعيد، عنده دراية معمقة بمنتوجات الشركة لأنه مارس هذه المهنة نفس المهنة في الشرق الأوسط، هو مغربي كيفهم الثقافة المغربية وعنده دراية بالثقافة الإفريقية، وهذا الشيء كيسهل عليه المعاملات مع الزبناء والعملاء ديال الشركة، والحمد لله هو ناجح الآن في العمل ديالو.
حصيلة السياسات العمومية المغربية تجاه هذه الكفاءات كانت موضوع دراسة قام بها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج للدور ديالو استشاري واستشرافي، حاول من خلالها بحث سبل توفير مناخ مناسب مع السلطات العمومية لاستقرار هذه الكفاءات بالمغرب. المجلس كيحاول أنه يوري بأنه المغرب يمكن له يتموضع كذلك كمرحلة من المراحل ديال لا موبيليتي ديال 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 هاد لي كومبيتونس هادو. المغرب خصو يشوف شنو هما القطاعات بالضبط اللي فيها حاجيات باش أنه يكون واحد إلا بغينا نقولوا سياسة سيبلي. استطاع الزبير الزبيري حقق إضافة للشركة من خلال طبيعة المهمة ديالو، بالإضافة لإتقانه الأربع لغات، مؤهلات مكناتو يوسع دائرة العملاء وسهل التعامل مع زملائه بكل فروع الشركة. لما زبير يجي لهنا، لما جاء للمغرب جاب معاه يعني قيمة مضافة أكيدة اللي هي في نفس الوقت ثقافة الشركة الأم ديالنا، الثقافة الأوروبية، وفي نفس الوقت يعني الثقافة المغربية اللي هي يعني تسمح له باش يشتغل أحسن مع الزبناء ديالنا في المغرب، وحتى في إفريقيا، خاطر يعني زبير عنده المسؤولية ديال يعني إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية. ولذا احنا كوموندي يعني كلمة نقوله بالفرنسية سيت اون ريشيس، يجيب معاه اون ريشيس اون ريشيس كولتوريل، والريشيس هذه يعني تسمح له باش يقوم بالعمل ديالو في ظروف احسن ويكون يعني بلوز افيكاس. دائما من بلجيكا، وهاد المره مستثمر استقر بالمغرب من بعد ما قضى طفولته واول مراحل شبابه بديار المهجر. عبد الرحمن الكافيل من مواليد 1967 ببلجيكا، اب لاربع اطفال، تكون في مجال الاعلاميات واشتغل كمسؤول باحدى الشركات، ثم اسس شركته الخاصه. وبالرغم من نجاحه المهني في بلد الإقامة، إلا أنه فضل الاستقرار بالمغرب وانشأ مقاولة في مجال تخصصه والدوافع مختلفة عن مواطن الزبير. دخلت المغرب لأن بدأوا الأطفال كيكبروا، وكنشوف نماذج الناس فاش كيدخلوا، فاش الأولاد كيكبروا كيخلي الأولاد تما وكيدخلوا إلى خير كيوقعوا مشاكل خير. والمجال اللي كنشتغل فيه اللي هو البرمجيات الحرة، كاين فرص في المغرب، ومع ذلك انا كنت مشتغل مزيان تما الى اخره. دونك ماشي جانب مادي هو اللي دفعني ندخل المغرب، الا الجانب اللي خلاني ندخل المغرب هو باش نعطي شي حاجه للمغرب، لان نشاركت انا في تنميه المغرب ونعطي التجربه ديالي. بالرغم من اختلاف اسباب العوده، الا ان الصعوبات اللي ممكن تواجه المهاجرين الراغبين في الاستقرار في المغرب في مجملها متشابهه. دونك الصعوبات اللي كان اللي لقينا في الاول ملي جينا للمغرب كانوا سورتو دو لورد ادمنستراسيون، دونك اداريه. كان عندنا صعوبات في الاوراق، كلشي اللي عنده العلاقه بالاوراق، لي ريغولاريزاسيون، ليغاليزاسيون. في بلجيكا الى عقدتي مع شي واحد ما بقيتيش كتفكر واش غيجي ولا غادي يدير داك العمل. لا فاسون دو ترافايي، كنت خصني نادابتي لا فاسون دو ترافايي. انا جاي من بلجيكا، تما كلشي ستريكت سيفير، ريسبي ديال لي بروسيدور وديكشي. هنايا سي ان بو بون، كاينين لي بروسيدور، كاينين لي ستركتور ان بلاس، ما كنتبعوش داكشي كوم يل فو. اون سي بيرمي بوكو دو مارج ديزون. حسب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، حجم التحويلات المالية سنة 2010 بلغ حوالي 54 مليار درهم، 75% منها هي تحويلات استهلاكية كتمثل في مساعدات عائلية، 25-45% هي مدخرات لدى الأبناك، وفقط 7.7% تحويلات منتجة بمعنى موجهة للاستثمارات في غياب مساعدات وتشجيع للمستثمرين حسب رأي المهاجرين. في الحق انا كنسمع بزاف الاشهارات على هاد الناس اللي كيساعدوا الناس اللي زعما اللي كيدخلوا من برا، ولكن هذا انا كيبان لي مجرد اشهار. اما كان ملي كتنزل الواقع كتكافح وكتضرب راسك، يعني هذوك الناس اللي كيساعدوا الا كنتي مستثمر يجيب فلوس صحاح الى اخره كيساعدوك، اما الا كنتي يعني مقاولة صغيرة ما تعوش على المساعدة، مساعدة ذاتية. حتى من بعد كتحقق ديك الساعة كتلقى شوية مساعدة، ولكن ما في
الحقيقه ما كنت كنتظر بزاف دوك المساعدات اولا على الكفاءات والتجربه ديالي هي اللي عاونات. التجربه اللي كانت كمقاول في بلجيكا هي اللي عاونتني في المغرب. بالنسبه للاستثمار كنعرفوا بانه وللاسف انه كان عراقيل كثيره في هذا المجال، ومع مجموعه كذلك ديال المؤسسات كاين تفكير في انه هاد العراقيل هذه تزول، لانه كنظن بان الناس اللي كيجيو باش يستثمروا كيجيو على اساس انه كيحاولوا يعاونوا البلاد، كيستنفعوا بالاستثمار كذلك. فكره من الافكار اللي الدولات هو انه الفكره باش تكون اون اجونس، وكاله اللي كتكلف باستقبال هاد المشاريع وهاد الناس، واللي كتسهل عليهم انه يجيو يقيموا في المغرب. الحالة ديال الزبير كتختلف، فالشركات الخاصة وعيا منها بالدور التنموي لهذه الكفاءات كتعمل على تحفيزهم بتوفير ظروف مناسبة للإقامة. إلا جيت نهضر على الفلوس على المادة، كاين فرق بين المغرب وبلجيكا تو سامبلومون حيت النيفو دو في دونك الستاندار دو في إلي ديفيرون. حنا في الشركة اللي خدام فيها عندنا اون بوليتيك و des procédures pour les expatriés les qui jalo هذاك اللي كيجي يمشي يخدم في بلاد اخرى كيعطيو له des avantages اللي ما ديش يكونوا عنده في البلاد ديالو. دونك الا بقيت انا في بلجيكا كيكونوا عندي دي بون كيكون لو سالير دو باز، وقت اللي كاينين دوطغ شوز اللي ما ديش تخلصهم لك الشركه، مثلا القرايه ديال الدراري، الكرا ديال الدار، اسيغونس ميديكال سوبليمونتير، هادو ما كاينينش بلجيكا. ملي كتمشي للشركه ملي كتمشي لشي بلاد اخرى سي لا سوسيتي، دونك الشركه اللي كتكلف بهاد المادات. هو بالنسبه للرواتب الشركه عندها واحد المسطره كتاخذ بعين الاعتبار ما يسمى بليزيكسباتريي. دونك غالبا هاد الناس اللي كيتسموا ليزيكسباتريي كيكون عندهم في الراتب الشهري ديالهم او السنوي كناخذوا بعين الاعتبار السكنه، كناخذوا بعين الاعتبار السفريات ديالهم وديال العائله، كناخذوا بعين الاعتبار بزاف ديال المسائل اللي كيحاولوا يشجعوهم ويحفزوهم باش يكون عندهم واحد العوده للوطن ويكونوا في ظروف على الاقل في نفس الظروف اللي كانوا فيها في اوروبا الا ما كانتش احسن. التحفيز والدعم اللي لقاه الزبير ما توفرش لعبد الرحمن الكفيل، ولكن بالرغم من ذلك حقق ارباح خلال 6 سنوات منذ الرجوع مكناته من العيش بمستوى كيقارب العيش ديالو بالديار البلجيكيه، واللي ساعدوا ان مقاولته ما كتطلبش راس مال كبير، فهي كتعتمد بالاساس على الطاقه البشريه. استفدت من التجربه الاجنبيه بالنسبه للجوده في العمل والى اخره، دونك هذا العامل كيساهم لي باش نشتغل مع الشركات المغربيه، وكنخدموا حتى خارج المغرب، يعني خدمنا في ليبيا، الان عندنا واحد ميسيون في دبي في سبتمبر، يعني التجربه ديالنا فاقت مع المغرب، وعندنا زعما زبانه في الخليج وحتى في افريقيا. 3 الملايين هو عدد المهاجرين المغاربه حسب ارقام صادره عن الوزاره المكلفه بالجاليه المغربيه بالخارج. 42% منهم عندهم جنسيه مزدوجه، و12% حاملي شهادات جامعيه. المجالات اللي كيشتغلوا فيها اكثر هي الاتصالات، صناعه السيارات، طيران، السياحه والاعلاميات. في غياب ارقام رسميه، بعض الدراسات قامت بها جمعيات مهتمه بينات ان 86% تقريبا من المغاربه القاطنين بالخارج عندهم الرغبه في الاستقرار بالوطن، لكن كيتسائلوا باي ثمن. لتسليط الضوء على عودة